وعايزين برضو قبل ما ندخل في حلقتنا نتكلم عن النسخة الرابعة من احتفالية قادرون باختلاف اللي بتعملها الدولة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي كان فيها فعاليات كتيرة وتبادل الحديث اللي حصل ما بين سيادة الرئيس وذوي الهمم، كان منهم محمود أحمد بطل مصر في ألعاب القوى للإعاقة الذهنية، والطلب طلب خاص من الرئيس إنه يلعب في النادي الأهلي، وفورا الكابتن محمود الخطيب كلف مدير النشاط الرياضي خالد العوضي والكابتن عجمي رئيس جهاز ذوي الاحتياجات الخاصة والدكتور ياسر داود رئيس جهاز ألعاب القوة باستقبال اللاعب لتحقيق رغبته في ممارسة الرياضة المفضلة داخل النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. بنتمنى له كل التوفيق، وطبعا بنشكر سيادة الرئيس أنه دايما ما بيهملش المبادرات دي وبيهتم جدا بذوي الهمم والقدرات الخاصة، ودايما نشجعهم لأن مهم قوي، مهم قوي ياخدوا من الدولة وياخدوا مننا الدعم اللي هم محتاجينه. طبعا احنا بنتكلم عن شريحة كبيرة جدا من المجتمع بحسب آخر إحصائيات، فذوي الهمم بيمثلوا حوالي 13% من المصريين إن لم يكن أكتر كمان، فاحنا بنتكلم عن شريحة كبيرة قوي من المجتمع، في كل عيلة في حد، في كل أسرة في حد. فلما تبقى الدولة بتهتم بذوي الهمم، عام 2018 لما الرئيس طلع وقال إن هو عام ذوي الهمم، وساعتها حصلت مبادرات كتيرة جدا سواء من المجتمع المدني أو من الوزارات المختلفة، وزارة التضامن، وزارة الصحة وغيره، مخصوصة لذوي الهمم. نروح بقى للنادي الأهلي يا أميرة كمان، اللي النهاردة عمل واحدة من أكتر اللقطات الإنسانية، وهي مش أول مرة بالمناسبة، كان في قبل كده لاعب سباحة برضو قال إنه عايز يلعب في النادي الأهلي بالزبط. والنادي الأهلي ما كدبش خبر حقيقي، يعني حقيقي. فده بصراحة من أكتر الحاجات لما نيجي نتكلم عن مبادئ وقيم النادي الأهلي، فالمواقف اللي زي دي من أكتر الحاجات اللي بتثبت انه النادي الاهلي بجماهيره بادارته بكل حد موجود داخل القلعه الحمراء مهتم جدا 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 بكل فئات المجتمع. وكابتن محمود الخطيب طبعا ودعمه دايما لذوي الهمم، والنهارده يمكن شفنا لقطه برضو تاثر الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيتكلم مع ذوي الهمم، لقطه يعني دايما بنشوف منه بجد بجد الحنيه والدعم لكل الشباب، فنتمنى نشوف ده اكتر وتبقى سنه كده حاجه مشرفه جدا جدا لينا.